السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام، ازيك يا ملوكة؟ الحمد لله. هنتكلم دلوقتي على كونسيبت جديد، هو الـ Heat and Weather Changes. اسمه ايه؟ Heat and weather changes. ايوه، Heat and Weather Changes. ايه؟ هنبتدي كده، ناخد معنى كلمة كلمة. أصلا يعني إيه هيت؟ حرارة. ماشي، حرارة. يعني ده إيه؟ طيب، تغيرات المناخ. weather وتغيرات المناخ. changes. تغيرات changes يعني تغيرات. المناخ. وزع بنمشيك. which is ده طقس. أو كده. كده إحنا الأول محتاجين نفرق ما بين حاجتين، إيه هو الكلايمت والإيه؟ والويذر، صح كده؟ الفرق ده مهم جدا ان احنا هنتكلم عنه. اول حاجه يبقى نحط كده هنا weather، وهنا ايه؟ climate. قولي لي كده ايه الفرق اللي انت تعرفيه؟ ان الوزر دي الفتره بقت اسبوع، والكلايمت ما اعرفش. طيب هما الاثنين ايه المشترك الاول ما بينهم، وبعد كده نقول الفرق. هما معناهم اللي هي زي طقس، حاجه حاله جويه. حاجه لها علاقه بايه؟ بالجو، مش كده؟ يعني ليها علاقة إلى أي مدى مثلا هيبقى الدنيا مثلا فيها رياح، فيها أمطار، الهواء جاف ولا رطب، درجة الحرارة. مش كده؟ درجة الحرارة وهكذا. إذا دي كلها معلومات. المعلومات دي يا ترى بقى هل هتبقى على حاجة على مدار وقت كبير ولا على مدار وقت صغير؟ فهنقول كده الـ period of time، يعني الوقت اللي بندرس فيه ما يسمى بالكلايمت اللي هو المناخ، والويذر اللي هو الطقس. خلاص، الكلايمت ده بيبقى over a long period of times، خلاص، انما الويذر بيبقى over ايه؟ short period of time. طيب، يعني مثلا لما اقول ده الجو النهارده حر، ده يعتبر ويذر ولا كلايمت؟ ويذر، خلاص. انما لما اقول ان جو مصر مثلا حار جاف، ده على مدار ايه؟ ده مصر طول عمرها كده، مش حاجه بتتغير. تتغير كل يعني علشان تتغير دي ممكن تتغير مثلا على مدار عشرات السنين. يعني في حاجات هتفضل كده طول عمرها، حر جاف في صيفا ودفيء ممطر شتاء، ده بتاع ايه؟ يبقى ده يعتبر كلايمت ولا طقس؟ لما نقول بقى ايه جو مصر مثلا، امريكا اصلا بتبقى برد بالنسبه لافريقيا مثلا، لجنوب افريقيا، يبقى ده بنتكلم على ايه؟ كلايمت. لو انا هشبههم بحاجه هقول مين فيهم اللي يعتبر شبه الشخصيه، ومين فيهم يعتبر شبه المود، الحاله المزاجيه. مثلا نقول كده واحد طيب وبس النهارده مثلا حد نرفزه فتنرفز، بس هو معظم الوقت بيبقى طيب، يبقى البيرسوناليتي اللي شبه البيرسوناليتي اللي شبه الشخصيه مين؟ الكلايمت ولا الويذر؟ الويذر. لا، اللي شبه الشخصيه اللي هو شخص حاجه مش هتنفك عنه، مش هتتغير، حاجه ثابته على مدار، ممكن تتغير حاجه بسيطه. فانا بس انا عايز اشبهها لك، اذا هي ممكن تشبه ايه؟ فلو قلنا الكلايمت هيشبه البيرسوناليتي، يعني الشخصيه بيرسوناليتي، انما الويذر يشبه الايه؟ المود. يعني المود الحاله المزاجيه. عادي مثلا واحد معروف ان هو طيب، ده الكلايمت بتاعه، انما النهارده متعصب، ده الايه؟ الويذر. انما هيفضل طول عمره عصبي؟ لا، ده هو اصلا في الطبيعي بتاعه، انما دي تغير في شورت بيريود اوف ايه؟ اوف تايم. اتفهمت كده؟ طيب، فاحنا بقى بنتكلم على ايه؟ على الكلايمت والويذر بيتغيروا. طيب خلينا احنا بنتكلم على مين دلوقتي؟ على الويذر، لان مين عرضه اكتر للتشينج؟ يعني مين اللي بيتغير اكتر؟ الوزن. الويذر ده اللي ممكن من يوم عن يوم، ده ممكن الصبح غير بالليل. درجه الحراره الصبح حر، ودرجه الحراره بالليل برد. تبقى بعد شويه، صح كده؟ فده يبقى التغير في الايه؟ في الويذر. اللي يبقى لما اقارن صبح بالليل ده ويذر، انما لما مثلا اقارن الحقبه الزمنيه دي عن مثلا من 500 سنه، تقول مصر ده من زمان، من 500 سنه كان بينزل فيها مش عارف ثلج مثلا، ودلوقتي ما بقاش ينزل فيها،
فدي ده يعتبر تغير في الايه، في المناخ، لا بضم الميم المناخ بالمره برضو. اصلا مين فيهم اثبت يعني ثابت اكتر، الويذر ولا الكلايمت؟ الكلايمت واضح ان هو ايه، ان هو اللي هو المناخ اثبت. ليه بقى؟ العرب اصلا لما تستخدم كلمه مناخ، مناخ دي الفعل بتاعها ايه؟ ينفع. المناخ دي ده المكان اللي بيحصل فيه الاناخه، يعني لما نقول مثلا الشخص مثلا اناخ ها راحلته، راحلة اللي هي الجمل بتاعه مثلا، او اخها يعني قعدها على الارض خلاها تبرك، يعني بعد ما كانت واقفه ماشي راح خلاها ايه يبقى مين ثابت؟ يبقى ده ثابت، يبقى المناخ هو اللي ايه؟ افتكر بقى اناخ الراحله يعني ايه؟ يعني قعدها وثبتها في مكانها، وبالتالي مناخ اللي هو الثابت، وما دام ثابت يبقى ايه؟ يبقى بيقعد وقت طويل قوي، وبالتالي هو ده الكلايمت اللي ما بيتغير تغير سريع ولا تغير بطيء؟ بطيء، وممكن ما يحصلش فيه تغير كل فين فين، كل ديكيدز او عشرات السنين او عقود من السنين، في حين ان الويذر ده اللي بيتغير اكتر. احنا هنتكلم بقى على الايه؟ على الويذر الاول، اللي هي ايه علاقه الويذر تشينجز بالايه؟ بالهيت تشينجز. هل لما بتتغير الهيت بيتغير الويذر؟ ايوه بيتغير الويذر. ازاي بقى؟ كنا احنا خدناها معلومات مهمه، تعالى ناخد شويه معلومات كده نفتكرها بس. دلوقتي اول معلومه هو الاير، فاكره الاير كان لما بيتعرض للهيت كان ايه اللي بيحصل؟ بيطلع لفوق. صح، بس ليه بقى عايزين نقول كده؟ ادي احنا بنتكلم على الايفكت اوف هيت، لو اللي هو دراي، فدراي ما فيهوش ميه فمش تقيل. احنا لسه بنتكلم على الدراينس والهيوميد، انما بنتكلم الاول على الهيت. الهيت بتعمل ايه في الاير؟ انت قلتي اول حاجه ان هي لما بيحصل، لما بيدي له ثيرمال انرجي، ايه اللي بيحصل في المولكيولز بتاعته؟ بدل ما كانت المولكيولز بتاعت الاير لازقة في بعض لازقه في بعض كده، الهيت بتخليها ايه؟ تبعد عن بعض، صح؟ وبالتالي بنتحول من الحاله دي، الحاله دي صح؟ يعني ايه اللي بيحصل في الدنسيتي؟ بتقل. صح، لان المولكيولز موف ابارت، اذا هتقل الدنسيتي، ولما تقل الدنسيتي الوزن بتاعه بيقل، اذا بيقل الويت. لما وزنه يقل ينزل لتحت ويطلع لفوق. ليه بقى؟ لانه كنا قلنا من شويه لو تفتكري انه الايرث عندها حاجه اسمها ايه؟ جرافيتي، ودي اللي بتشد الحاجات على حسب وزنها ليه؟ لتحت. اذا عندي حاجتين، عندي الهيت وعندي الجرافيتي، عندي السولار انرجي اللي هي الثيرمال والجرافيتي. فاول ما الدنسيتي قلت وزنها قل، ايه اللي يحصل؟ هيموف ايه؟ اب، يطلع لفوق. طيب في حين بقى لما يبرد ايه اللي يحصل؟ يبقى ده الايفكت اوف هيت، عنده بتكتر، هيبقى العكس، هيروح كده صح؟ ايوه. ولما يبقى هيقرب من بعضه يبقى هتزيد الايه؟ الدنس ده امتى؟ لما يتعرض للايه؟ للفولدنس. صح، لما يلوز سيلم انرجي. فلما تزيد الدنسيتي هيحصل ايه؟ الوزن هيقرب من بعضه، يزيد الويت، ولما يزيد الويت تنزل لتحت، ينزل لتحت، موف داون. او حركه الهواء لفوق ولتحت، ده كده فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ لا فيرتيكال يعني عمودي، هوريزونتال يعني افقي. ده ايه؟ صح، يبقى انا دلوقتي بوصف حركه للهواء فيرتيكال موفمنت اوف اير. دي اللي بنسميها ايه بقى لو تفتكري؟ كنا اديناها حاجه كده اسم كارنت، حاجه كارنت. لا مش الاوشن، الاوشن ده في الميه. اسم الجريديشن. يبقى دي سميناها كونفكشن. نسيت، معلش مش كده. كونفكشن ايه؟ كارنت. كارنت، افتكر كلمه كارنت دي. اذا امتى نقول على حركه الهواء كارنت؟ لما يكون ايه؟ فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ فيرتيكال يعني لفوق والايه؟
فوق تحت up and down خلاص. انما في حاجه تانية، في موفمنت تانية للهواء، ايوه في موفمنت هوريزونتال اللي هو لما يعدي من حته على الارض لحته تانية في الارض كده، يمشي من هنا لهنا، دي ساعتها بقى اسمها ايه؟ بقى هوريزونتال. ده دي حركه هوريزونتال، دي بقى اللي بنسميها ويند. ماشي، بنسميها ايه؟ اذا الفيرتيكال موفمنت هنسميها كارنت، اما الحركه اللي ماشيه كده هوريزونتال يعني موازيه للارض، حيث هوريزون هوريزون يعني افق. عارف انت لما تقفي مثلا عند على شط البحر وتبصي كده، مش بتشوفي السماء لمسه الميه خط كده؟ الخط ده اسمه الافق اللي هو خلاص. فده خط ده ماله بقى، بالعرض ولا بالطول؟ ده بالعرض. فده اسمه يبقى هوريزون يعني افق، وهوريزونتال يعني افقي غير فيرتيكال. طيب هذه الحركه هنسميها ايه بقى؟ هنسميها ويند. يبقى لما اقول لك عرفي لي الويند، what is wind؟ horizontal movement of air. طيب what is current؟ vertical movement. طيب ايه اللي خلى حصل vertical movement of air؟ تأثير الهيت. طيب مش الرياح دي واحده من الحاجات بتاعت الويذر، ان النهارده في رياح؟ مفيش رياح صح، في هواء جامد. مش النشرات الجويه بتبقى واحده من الحاجات اللي بيقولوها هل في رياح ولا مفيش رياح صح؟ طيب فاذا معلومه في رياح ولا مفيش رياح دي اتاثرت بايه؟ كانت بايه؟ الهيت. اذا هل الهيت بتاثر على الويذر تشينج؟ بتاثر على الويذر لو حصل هيت تشينج. ايوه، لو الهواء بقى سخن هيطلع لفوق ولما يبرد بينزل لتحت، وده بيعمل ايه؟ كارنت صح؟ فاذا يحصل موفمنت للايه؟ للاير، وبالتالي ده يعتبر واحده من الحاجات اللي هتحصل، التغيرات اللي ممكن تحصل يوميه في الايه؟ الويذر ولا الكلايمت؟ في الويذر. يبقى شفنا ادي حاجه من الحاجات اللي ممكن تغيرها الايه؟ الهيت. اتفقنا كده؟ طيب ده كان الجزء الأول.